يعني باش تصعد للمنصه الشرفيه لازم لك وقت كبير ولازم لك اشياء كثيره. المهم ظروف صعبه جدا لاشباه المناصرين حقيقه، الزملاء الفنيين حتى المصورين وضعيتهم صعبه جدا، يضايقوا المتفرجين يضايقوهم، فحدث ولا حرج، معليش حد. المهم الكره تمشي والجمهور يشاهد في المباراه رغم صعوبتها. المهم بالنسبه للجمهور اللي راهو يتابع معنا هذا النقل المباشر، بالنسبه ليه هو الكره وتمشي واللاعب يلعب اكثر منه شيء اخر مع بو طالب، البحث عن مزور ثم عوده عناصر الفخطي، تبقى الكره دائما عند بو طالب، فخطي في الوسط توصل الكره على جهه اليمنى وموجود فتحين قائد اليوم فخطي. قلت المعركه راح تكون معركه وسط ميدان مع بو طالب، سعيد من هناك على الجهه اليمنى، تحركات كثيره، محاوله الدخول ارضيه، اوه علي بو طالب والحارس بالهاني يتمكن من